wa adamu baina sulalin wa tin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. والآن قراءة المولد مع الأخ سيد محمد آل إدريس. صلى على محمد وآل إدريس. صلى على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعيدها مرة ثانية ما عجبها يعني ما حد يحكي. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي لفاطمة إنك ستلدين غلاما قد هنأ به جبرائيل فلا ترضعيه حتى أصير إليك. قالت نعم. فلما قرب وضع البتول بصدق الرسول ونجل علي الوصول دخل عليها النبي محمد على محمد وآل محمد. وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا فطوبا لك بحملك بالزكي والصدق البهي فإن جبرائيل قد هنأني به وإنه وأخاه الحسين سيدي شباب أهل الجنة وأن الله تعالى سيظهره لك وأنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة احضرا ولادتها فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بألم ولا وجع وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الطيب وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن الزكي. أفضل الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما وقع الحسن عليه السلام على الأرض استدار نحو القبلة وعطس ثلاثا مشير بإصبعه الحمد لله. فلما دخل الوصي على فاطمة أخذ ولده الحسن وحمله على كتفه وقبله وسر به سرورا عظيما وصار الحسن يهش ويضحك في وجه أبيه. فقالت له فاطمة يا علي سم ابنك. فقال لها ما كنت أسبق باسمه رسول الله. فلما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل
على محمد وآل محمد. فلما دخل النبي عليها بعدما ولدت به وعندها أسماء فقال لها يا أسماء هات ابني. فدفعته إليه في حريرة صفراء فرمى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لها يا أسماء ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء. فلفته في خرقة بيضاء ودفعته إليه فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لي علي عليه السلام بأي شيء سميت ابني؟ فقال ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أحب أن تسميه أنت. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي ولا أسبق به ربي عز وجل. فهبط جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك فسم ابنك هذا باسم ابن هارون. فقال وما اسم ابن هارون؟ فقال اسمه شبار. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي إن لساني عربي. فقال سمه الحسن فسماه الحسن بأمر رب العالمين. أفضل الصلاة بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن. بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن. ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى والمؤتمن. ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى والمؤتمن. بشرى لنا ولد الحسن. بشرى لنا ولد الحسن. يلا نقولها على حركه. بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن. ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى والمؤتمن. ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى والمؤتمن. بشرى لنا ولد الحسن. بشرى لنا ولد الحسن. ولد ابن خير الأوصياء ريحان نور الأنبياء. ولد ابن خير الأوصياء ريحان نور الأنبياء. وسليل أم الأولياء من فيه إحياء السنن. وسليل أم الأولياء من فيه إحياء السنن. بشرى بشرى لنا ولد الحسن. ولد ابن خيرات
النساء وقرين أصحاب الكساء ولد ابن خيرات النساء وقرين أصحاب الكساء وبه الرسول استأنسا وبحبه قلبي افتتن وبه الرسول استأنسا وبحبه قلبي افتتن بشرى لنا ولد الحسن بشرى لنا به وافى البلد صدق نفى عنا الوسن لنا به وافى البلد صدق نفى عنا الوسن بشرى لنا ولد الحسن بشرى لنا ولد الحسن هنوا به خير الورى وبه نهني حيدرا هنوا به خير الورى وبه نهني حيدرا ثم الكريمة مخبرا خير النساء أم الحسن ثم الكريمة مخبرا خير النساء أم الحسن بشرى لنا ولد الحسن بشرى بشرى لنا
حب الكرام ذوي العلا يا رب ثبتنا على حب الكرام ذوي العلا لنعيد ما بين الملا ذكر الزكي مدى الزمن لنعيد ما بين الملا ذكر الزكي مدى الزمن بشرى لنا ولد الحسن. سن الله سيد.